لا يقول ابن القدس انا واحد امين. يعني اخترت ان انا اناقش معاكم موضوع النهارده، هنشوف منه شويه حاجات على البروجيكتور للمساعده، لكن عشان نفكر مع بعض. ساعات الواحد بيلاقي نفسه ملوش نفس لاي حاجه، ولا عايز يصلي ولا عايز الكنيسه ولا عايز يقرا في الانجيل، ولا لو مزاجه مقلب خالص ومعكن مطفي اللمط ملوش نفس. وساعات الحكاية دي تاخد لها وقت بسيط وتعدي، وساعات تطول. أولا إيه خطورة الموضوع ده؟ ده اسمه إيه اللي أنا قلته ده اسمه إيه؟ فتور روحي، حاجة زي كده، فتور روحي. طيب فليكن، إيه تعريف الفتور الروحي ده؟ حاول لحد يعرفه كده زي ما أنا قلت كده، بس ممكن تكمل عليه. يعني إيه؟ نوم. نوم؟ نوم روحي؟ كسل. كسل لسه صغيرين. ها كويس، راحه بين العلاقه بين الله وبين الانسان. ايه تاني؟ ده يمكن سبب مش تعريف، لكن ايه هو مع شكله ايه ده؟ حد يوصف لي واحد عنده فطور روحي؟ اكيد كلنا عارفين الموضوع ده. يبقى شكله ايه؟ وصفه. تبلد من ناحيه ايه؟ لا مش حاسس بحاجه. ما حضر التسبيح هم عمالين يعملوا تمجيد وانا قاعد سرحان في مشاكلي ومش مبسوط. هو بيقلد هروب كويس. نشكر ربنا ان انتوا عندكم يعني اجابات لكل سؤال. لما الاقي اسئله مش عارف اجاوبها باجي معاكم. فتور الحب كويس. ايه كمان؟ مفيش اطفاء رافض، مفيش عمق، حلو، ممتاز. يلا اللي عنده حاجه يقولها. ايه كمان؟ اكتئاب نفسي. اكتئاب نفسي يعني دي حاجه ثانيه شويه جنبيها. يعني سيف الرؤيا قال له لست باردا ولا حارا. يعني ايه؟ عارفين ايه؟ اصل في مشكله ان الواحد، في واحد بعيد عن الكنيسه بعيد عن ربنا ومش عايز تقول له، يقول لك لا مش عايز. لكن في واحد بيريحك، عايز نيجي كنيسه حاضر نيجي كنيسه، عايز نصلي حاضر نصلي، عايز اقرا في الانجيل زي بعضه اقرا في الانجيل، اسمع تلاتيل حاضر، افتح قناه اغاني وقناه سي سي في زي بعض. وبعد كده هو مش حاسس بحاجه برضه. فده لما تيجي تقول له عامل ايه يقول لك الحمد لله بصلي، اجي كنيسه، اتفرج على التلفزيون والقناه حلوه، بس انا مش حاسس بحاجه. فهتقول له يعمل ايه بقى؟ لو هو ما بيعملش هتقول له طب يا ريت تعمل الحاجات دي وانت تبقى كويس، لكن لو هو بيعمل هتقول له ايه؟ طب مش عارف تقول له ايه؟ طب ما هو بيعمل كل حاجه هو، بس المشكله كيفيه الاداء. يعني مش المشكله ان هو بيعمل ولا ما بيعملش، كلنا بنيجي كنيسه وبنصلي وبنحضر الدسات وبنروح ايه وبنقرا انجيل وبنتفرج على قنوات، بس المشكله ان انا برضه متنكد ومتضايق ومش مبسوط. بعمل كل حاجه، هعمل ايه تاني؟ ابونا يقول لي ايه؟ بيعملها زي الواجب، الحاجه بقت زي شكليه. خطوره الفطور الروحي انه بيحول العباده لحاجه شكليه، فاصبحت هتقول له ايه؟ ازاي تطلع من الشكليه دي؟ ممكن تجيب لنا اول رسمه بتاعت تعريف الفطور الروحي عشان تغش منها وتشرحوا لي النقط اللي عليها. لست باردا ولا حارا، يمارس العباده كما لقوم عاده. يعني بقت شكليات، يعني بقى بيجي بيفتح الانجيل هيقرا في الاجبيه. طب ده فعليا الصله بينه وبين ربنا موجوده ولا مشطوب عليها؟ على فكره ده اخطر حاجه، ان ده ممكن يكون شماس وبيجي في الكنيسه ويصلي في الهيكل وبعدين مش حاسس بحاجه. هتقول له ايه؟ تعالى يا حبيبي كده الصبح بدري ولا طب ما انا بجري. يعني مش عارف تقول له ايه؟ مشكلته بقى ايه او خطوره الموضوع في ايه؟ انه مش حاسس بان في حاجه خطر. طب ولو فضل مش حاسس بان في حاجه خطر، ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لحالته دي؟ ايه خطوره انه يستمر في الوضع ده؟ احنا ليه لازم نعالج المشكله دي بسرعه؟ ايه خطورتها لو استمرت؟ هلاك، هيموت روحيا. بالظبط، وفي نفس الوقت موجود جوه الكنيسه وبيعمل كل الممارسات، فبيموت وهو موجود معاك في الكنيسه
بيموت روحيا وهو يمارس كل العبادات فبيضيع وهو معاك جوه الحظيره مش بيضيع بره اللي ضايع بره ده عارفين وضايع وعمالين نجري وراه وهو اول ما يبتدي يمارس شويه يحس ان ربنا افتقده وحكايه سهله شويه تبقى اسهل من اللي جوه ده. طيب ايه أسبابه؟ ايه اللي بيوصلنا للحاله دي؟ الحاله دي خطيره لسبب تاني كمان، ان كل الخطايا هتدخل بالتدريج وانا حاسس ان مادام بصلي ومادام بروح كنيسه ومادام بتنام ومادام بقرا في الانجيل يبقى مش مشكله برضه الحمد لله انا كويس. هعمل ايه؟ ما كل الناس بتعمل كده. متخدر. متخدر اسمه الانسان المتخدر. متخدر يعني مش لونه اخضر، متخدر يعني ايه؟ بالبنج يعني. فقد الوعي الروحي. ازاي فقد الوعي الروحي؟ يقارن نفسه بالناس يقول الحمد لله انا بصلي، الحمد لله انا بقرا في الانجيل، انا بقرا في الاجبيه، انا بتناول. فلما يقارن نفسه بالناس التانيين يتهيأ ان هو ايه؟ المفروض يخدم، المفروض يوحي يرقوه في الخدمه لان هو كويس. هو في الحقيقه عمال يعمل ايه؟ بينزل. والخطايا الثانيه عماله تدخل فيه، يعني ما كانش بيكذب ابدا لكن شاف كده لف يدور في الكلام يقول لك معلش مديله باقه. انا ما احبش ازعل حد عشان ما احرجش حد، انا بعمل كده عشان ما احرجش حد. وخطيه الكذب تخش تحت اسم ثاني، وخطيه مش عارف الرياء تخش تحت اسم المجامله. يعني ممكن كل خطيه تلبس لها اسم ثاني وتخش وهو يقول لك ايه؟ مفيش حاجه ده متخدر. ازاي؟ يعني يلف يدور في الكلام يقول لك انا الحمد لله ربنا اداني حكمه وعرفت اتعامل معاه، هو كله لف ودوران وحاجات لها. واحد عمال يكذب ويقول لك الحمد لله ربنا اداني ان انا ما زعلوش، ده عمال يغرق اكتر. وهكذا شهوات وخطايا جسديه تخش يقول لك معلش هو في شويه شقاوه، يعني يديها اسم بسيط فالحكايه ما ايه ما تورمش معاه. وهكذا متخدر كل الخطايا تخش. دي خطوره الموضوع. هاتلنا السلايد اللي بعده. خطوره الموضوع ايه؟ ثعالب صغيره تخش. يعني ايه ثعالب صغيره تخش؟ ما كانش الاول يعني يقول كلمه جارحه، دلوقتي بيجرح ويقول لك معلش. ما الثعالب دي تخش تحت اسم تاني، ما هو لازم شويه حزم، لازم شويه شديه، ابتدى يجرح ابتدى يزعق اللي قدامه. ابتدى قلبه يتقسى. خطوره الموضوع انه مع الوقت يسمع عذاب من هنا للصبح يقول اه الوعظه دي احسن من الوعظه دي، وفلان بيبقى احسن من فلان، وفلان احسن من فلان، وبقى استاذ يقارن الوعظات لكن هو من جوه بقت الوعظات بالنسبه له ايه؟ ملهاش لازمه. فعليا ملهاش تاثير فعلي في حياته، مجرد بس يتفرج يقول اه الوعظه دي جميله، والوعظه دي احلى منها، والوعظه دي النهارده كانت شويه مش عارف ايه، بقى خلاص محترف. يعني علشان كده يقول لك اليوم ان سمعتم صوته، مش لما تسمع الصوت تقول تقاوح. خطورته اطفاء الروح القدس. الروح القدس جواك بالاول اللي خدناه في المعموديه وفي سر النيرون بالتحديد، فساكن جواه شغلته يعمل ايه؟ لما يجي تعمل حاجه غلط يعمل لك زي الالارم كده يقول لك ايه؟ حاسب 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 كده غلط. عارفين ال في النافيجيتور بقى يقول لك احود يمين احود شمال مشي كده بالعربي، خلي بالك حاسب حاسب. فانت تقول له ايه؟ اسكت اسكت ماشي مالكش دعوه، كل الناس بتعمل كده مش فاهمك انت، دي ما فيهاش حاجه. يوم المره اللي بعدها يقولها لك بس بصوت واطي، فتقول له ايه؟ اسكت خالص. يحصل له ايه؟ يتخمل. مع الوقت الروح القدس يتصل. انا كده اقول لك ايه؟ اسكت. تقول له ايه؟ انا مش سامع بتقول ايه. نتيجه ان انت عودت على ان كل لما ينغزك ويقول لك كده ما يصحش تقول له لا كده ما فيهاش حاجه، فانت دربته على انه يتصل. عامله زي الشريه لما تكون مليانه فحم ويجي الشماس يكب لابونا فيها كوبايه ميه قبل ما يحط فوق، يحصل ايه في الشريه؟ تتصل عشان ابونا يحط فخور ويطلع. عايزه بقى وقت قد ايه؟ عايزه تتحط في الحراره لغايه ما الفحم يطرد الرطوبه وبعدين يولع. بعد ما يطرد الرطوبه يبتدي يسخن، وبعد ما يسخن يبتدي على ما يبقى احمر قدامنا وقت طويل. فالفطور الروحي كده عباره عن واحد بيطفي الشريه بتاعته. كان الاول مبسوط
دلوقتي اتعود على انه يقول لا. خطوره الموضوع ايه؟ لو شفت الصفحه دي تعرف تقوله بصوا فيها كده قبل ما اشيلها. ايه خطوره الموضوع ده؟ ان كل الخطايا بتخش، الثعالب الصغيره هتخش، وان القلب هيتقسى جدا، وان الروح القدس هيتطفي. لو اتطفى هيحلني بقى اعمل مصحصحه كده. طب الموضوع ده خطير قوي، ايه اسبابه؟ ايه اللي بيوصلنا ليه؟ قبل ما اوريكم ايه اللي بيوصلنا ليه هديكم فرصه تقولوا ايه اللي يوصل الواحد للموضوع ده. لانه يمارس العباده بشكليه، وانه يصلي ما يحسش بحاجه، يقرا الانجيل، يجي الكنيسه، كله عنده ما بقاش رفع. ايه اللي بيوصلنا للحاجه الخطيره دي؟ تفتكروا ايه؟ الروتينيه. ما هو ايه اللي بيوصلنا للروتينيه؟ الاختبار بينه وبين نفس ربنا، ما وقعش مرض، ما وقعش الم، فهو مزريان بالعمل دي، عشان كده وقع كله. اه بيقول طيب ماشي، ايه تاني؟ مشاكل. اما يطلب حاجه من ربنا وما يسمعش الكلام ربنا، فانا يجي لي احباط بعد كده. خلاص حلوه النقطه دي. فين دلوقتي ايه؟ لما الواحد يصلي يطلب حاجه من ربنا ويتمسك قوي، يبص يلاقي ربنا في الاخر ايه؟ مفيش استجابه. فيتحط بقى فلان عيان، وعمالين نصلي ونروح عند الانسان القديسين ونعمل تمجيد، ونحس ان خلاص معجزه هتحصل، ونبص نلاقيه في الاخر مثلا تنيح، نحس ان احنا هبطنا وجالنا احباط، وهنصلي ليه تاني؟ احد اسباب الفتور الروحي المرور بتجربه من هذا النوع عدم استجابه الطلب. دي نقطه كويسه. ايه تاني نقطه تانيه توصل للمرحله دي؟ مشاكل اسريه مثلا. يعني واحد مرات طول النهار بيتخانق، هتكون حياتهم الروحيه ماشيه ازاي؟ بعد ما يدبوا خناقه بالليل هيطلع ظرف نص الليل؟ طبعا خلاص. وبعد ما يدبوا خناقه الصبح باكر؟ هما بيتخانقوا ثلاث مرات في اليوم مثلا، افطار وغدا وعشاء، يبقى هنصلي ازاي؟ عكنانه بقى طول النهار. الشخص اللي في حاله خناق طبعا عنده فطور روحي، في عربيه بره عندها فطور روحي، ده استعداد. الحمد لله طلعت منه. فالشخص اللي عنده فطور روحي ده عباره عن ايه؟ واحد انا عايز الصوره اللي بعدها، اتخانق طول النهار، محروق دمه طول النهار، او حتى بلاش يعني الاسريه، على مستوى الاولاد، واحد طول النهار بيزعق عليا، انت واد بس، انت مش عارف، انت ذاكر، انت عامل طول النهار، انت مش قلت لك؟ واحده عندها عيال طول النهار تجري وراه، عامله ايه في حياتها الروحيه؟ وحياتها الروحيه العيال مجننني، مفيش حاجه، مجرد انفعال خرجها، ملهاش نفس. هاتوا اي واحد كمان واقع في مشكله ومستغرق فيها، البيت هيتحجز عليه، مش عارف ايه، عمال يفكر في المشكله ليل نهار. ساعات تجيب البوزيتيف وساعات تجيب النيجاتيف، يعني ساعات تصحصحه وتخليه يقف يصلي، وساعات تخليه يستغرق فيه. طب فكروا معايا كمان، ايه اسباب الفتور الروحي؟ هل فقدان الثقه في مواعيد ربنا هي من اسباب الفتور؟ اه ما دي اول نقطه قلناها، اللي هو يعني تطلب حاجه وما تحصلش، فبتدي ثقتك فيه تتهز. اه بتقول من ضمن اسباب الفتور الروحي الوسط اللي احنا موجودين فيه. يعني واحد قاعد طول النهار مع ناس مالهاش علاقه بربنا، واصحابه وطول النهار بنزور بعض وقاعدين مع بعض، وكل كلامهم اي كلام، وكل عاداتهم اي حاجه، كل فسحهم اي حاجه، وربنا مش في دماغهم خالص، مش في حساباتهم، وانت مختلط بيهم طول النهار وبتتكلم معاهم، هتكون انت ايه؟ حر روحيا ولا بارد روحيا؟ الحراره الروحيه والبروده الروحيه عامله زي العدوى. يعني زي ما قاعد مع واحد كده عنده برد والكحه في وشك كحتين، فتكون النتيجه ان انت ايه؟ فلو قعدت عند واحد عنده حراره روحيه وكح في وشك مرتين تبقى عندك حراره روحيه. واحد عنده بروده روحيه ومختلط بيه اختلاط كامل. عشان كده بنقول لكم ولادكم خلوا بالكم من اصحابهم. لو اصحابهم مش بيطاعوا ربنا ومش في دماغهم الروحيات هيبقوا ولادكم كده، امر طبيعي. طب دي نقطه ثانيه، ايه كمان اسباب الفتور الروحي؟ اللي يقول نقطه يشرح. لا عادي عادي السلايد ده. الاهتمام بالماديات. لا لا انا مش عايزهم كتير، عايزهم واحده واحده. مش عايزهم كلهم مره واحده. طب اديكم التابلو غششكم مره دقيقه واحده وبعدين نقفله وتقولوا لي
بس انا عايزكم تشرحوا لي النقط دي، يعني مش الفكره ان انتوا هيك حاسس الفضل ده اللي بقى شايفين ممكن اكيد يعني واحده من دول. انا قلت ضيع الهدف دي، ضيع الهدف دي. طيب يعني ايه ضيع الهدف؟ لا هو ايه الامل؟ لا الهدف الفردي ولا الهدف الفردي ومزيج؟ فكرة ان احنا رايحين الابدية ورايحين السماء ونستعد عشان نروح السماء، الفكرة دي مش وردة. تقول له انت نفسك في ايه؟ نفسي العيال يتخرجوا والسنة دي نفسح ونتمم قصة البيت، هي دي اهدافه. فطبعا بيحقق اهدافه، لما يحقق اهدافه هيوصل لايه من روحيان ومراح، ما كانش اساسا حاططها في الحسبان. يعني اسباب الفتور الروحي ان انت ما انتش حاطه في ذهنك اصلا في الجدول. ليه ما انجزتش حاجه روحيه للسنه دي؟ لان انا ما كنتش حاطط في مخي، كان كل مخي السنه دي ان انا اتعدي على خير والولد ينجح في الثانويه العامه والدروس تجيب نتيجه، والحمد لله نجحنا والولد جاب نتيجه ودخل الكليه. طب وانت روحيا عملت ايه السنه دي؟ بما انك ما عملتش حاجه ايجابيه بالتاكيد اتعلمت كل السعاده الصغيره دخلت، لان انت ما كنتش حاططها هدف. فاول سبب للفضول الروحي ان انت مش حاطه هدف. يعني لازم تحط قدامك ان احنا في بدايه سنه 2008، السنه دي انا عايز روحيا تبقى لي علاقه بربنا سخنه، مش عايز تبقى علاقتي بربنا السنه دي يعني زي سنه 2005 او زي 2004، مش فاكر كانت ماشيه ازاي. السنه دي لازم اقرب لربنا، حطيتها هدف. طيب ممكن تغش، بس اللي يفهم نقطه يشرحها. السلوك بحرفيه شكليه المكاتب، هذه الاسماء. السلوك بحرفيه فين؟ السلوك بحرفيه يعني غياب الارشاد برضه. بس بس احنا دخلنا في دي خلاص. السلوك بحرفيه حد يشرح لنا يعني ايه؟ غياب الارشاد الواحد عنده فتور روحي. انا اوضح لكم مثلا ببساطه شديده، ممكن يبقى فيه فتور روحي لو واحد مثلا في بلاد بره وحته بعيده ما فيهاش كنيسه، محدش بيقول لهم حاجه، محدش بيفكر بيقول الله رسوم الرسل ابتدى. رسوم الرسل ابتدى. كنت مره بره في عايز رسوم الرسل وبكلم واحد بقول له كل سنه طيبين، قال لي وانت طيب خير؟ ثم الرسل بقاله اسبوع قال يا الرسل يا خبر. صدقني ما حد قال لنا، مش في دماغنا خالص. فطبعا احيانا ما حدش بيقول لحد حاجه، الناس في الوسع يعني. ده غياب الارشاد ممكن. وممكن برضه يعني واحد ما حدش قال له حاجه، ما حدش صحح له الغلط اللي بيعمله، بيلف ويدور في الكلام، ما فيش حد علمه ان كده غلط، حدش نبهه ان ده اسمه لف ودوران ما اسمهوش لباقه. بعيد عن اب اعتراف، او بيتكلم معاه بطريقه ما بتوصلش النتيجه. طب انا اختار ممكن نسميها سيدنا عدم معرفه. انا ما بجيبش الكتاب على شعبي هلك من عدم المعرفه. يعني اللي ما يعرفش حاجه خلاص، واحد قافل الانجيل وما بيقراش هيعرف منين صح ولا غلط؟ اهو كله كويس، يقول لك الحمد لله انا قلبي كويس خلاص، نيتي سليمه. اي كلمه من الكلمتين دول اللي هي يعني ما بتوصلش لحاجه يعني. الجو الروحي يعني ايه عثره في الجو الروحي؟ زيارات الاستيقاظ العام دول اللي عندهم سببه عثره في الجو الروحي. بس انا عايز ان دي شماعه الناس بترتاح لي. ما هو ممكن نصححها، ما احنا كملها نقطه هي. يعني اللي اعثر في حاجه كان مثلا شخصيه بيعتبرها هي دي مثلا الاعلى وحاجه منها ما زعلتش، فخلاص ماليش مزاج يروح الكنيسه ماليش. بس على فكره دي شماعه الواحد بيرتاح ليه. عارف اللي بيعمل كده تقول له ايه بقى؟ تقول له ايه؟ تقول له كده انت لو كنت موجود ايام السيد المسيح ما كانش المسيح هيعجبك، هيتخض. تقول له ايه رايك ان المسيح كان عارف ان يهوذا بيسرق في الصندوق وكان ساكت عليه؟ يقول لك ايه ده؟ تقول له مش المسيح كان عارف ان يهوذا بيسرق؟ طب وما خدش موقف ليه وسابه الصندوق؟ انت لو كنت موجود كنت تقول ايه المسيح ده؟
السيل السيل في السيل. خلي بالك ان العصرة اللي عايز يشوفها ويتخبط فيها. لكن لو كنت موجود برضه ايام السيد المسيح كنت هتقول ايه ده، وازاي واحد زي بطرس ده بعد ما ينكر الايمان يرجعه تاني؟ تعرفين بطرس انكر الايمان يعني ايه؟ بطرس يعني ساب المسيحية خالص. تصوروا عندنا واحد كده رئيس في الكنيسة وانكر الايمان، ترضى نرجعه تاني ويخليك نفس رتبته ونفس درجته؟ احنا ما نرضاش، ده احنا وحشين. لكن المسيح بيرضى ورجعه تاني ورضى رتبته الاول. ما كانش عاجبك اللي بيعمله المسيح نفسه، كنت هتعصر في المسيح نفسه. فايه رايك ان العصرة دي في كل وقت لو انت عايز تشوفها هتشوفها؟ طب لو انت اعصرت ومشيت ساعه المسيح، مين الخسران، انت ولا مين؟ طبعا انت. فخلي بالك ان لو شفت حاجه ما عجبتكش قول معلش، الشيطان بيخلينا نبص للحاجه الوحشه. بس خلي بالك من حاجه اهم، ان دايما الحاجات الوحشه ماشيه جنب الحاجات الحلوه في الكنيسه. يعني لما تمسك اي عصر من عصور تاريخ الكنيسه تقرا كان بيحصل فضايح، ومش عارف الكهنه بياخدوا فلوس، ومش عارف الاساقفه بيعملوا ايه في نفس الوقت، والقديس الانبا فلان عمال يعمل معجزات وعمال يعمل. خد كده تاريخ الكنيسه تلاقي الاثنين ماشيين في خط متوازيين، دايما في حاجه وحشه بتحصل ومعرفش مين اتهم البطرك انه عنده فلوس مخبيها، والوالي يمسك البطرك يعذبه. مش حاجات وحشه موجوده في تاريخ الكنيسه، وناس اشرار يعني تسلط على البطرك نفسه لدرجه ان الوالي يمسك البطرك ويعذبه ويقول له هات الفلوس اللي عندك. ايه الحاجات الوحشه دي؟ وبعدين تلاقي جنبها كان في قديسين في نفس الصفحه او في نفس الزمن يعني. فاحنا اللي عايز يبص على عصره ويتكلكع فيها هيبص عليه وهو الخصم. فخلي ده الذهن ده الرد ده حاضر عندكم اللي هيقول لكم كده، يعني احفظوا كده كلمتين تعدوا بيها اللي هيقول العصر. ده العمل الايجابي، ان بدل ما انا اتكلكع اصلي له انه مفروض ده هاي. طيب ايه تاني نقص من دي ما حد ممكن يجرحها؟ حد تاني بقى يجي يشترك معاه؟ انت ازاي عارفه كل النقط؟ لا هي دي حاجه ودي حاجه. قصه المشاكل دي اللي احنا قلنا عليها، واحد بيتخانق طول النهار، واحد غرقان طول النهار في مشاكل الشغل والديون فمتهول مش فاضي. لكن الاولويات دي حاجه ثانيه. فين الاولويات دي؟ فوق خالص. اوكي يعني ايه اختلاف الاولويات؟ واحد اهم حاجه عنده العيال تذاكر تنجح تخش الجامعه، ده الدار الثالثة في الحياة. وبعد ما العيال تنجح وتخش الجامعة هو والعيال يضيعوا روحيا، مش نقطة. المهم ان العيال تنجح وتخش كلية الطب والهندسة. طب وبعدين؟ ولا حاجة. زي ده الهدف كده. لا حاطط هدف غلط في الأول. هو ده الهدف من الأول. واحدة كل هدفها انها تجوز البنات. وبعد ما تجوز البنات مهم يجوزهم مين وجوازهم هيمشي ازاي وحياتهم الروحية هتمشي ازاي. المهم بس انها تحس انها يعني ما بقتش ايه؟ خلاص رمت حملهم من على قلبها. طب وبعدين؟ تجوزهم اي جوازه؟ كملوا طول عمرهم في تعافى؟ تعافى روحية يعني؟ اختلاف الاولويات، امال نرتب الاولويات ازاي؟ الروحيات اولا. حتى لما نيجي نختار عريس اهم حاجه ان يكون يعرف ربنا، الباقي كله ممكن يستهين فيه. ما تتردش في النقطة ان هو بتاع ربنا او ربنا مش في حياته تحت بند اي نقطة تانية. اذا رتبتها بالعكس تقول دي معلش هنعلمه الله اعلم مين اللي هيعلم التاني. فلا اختلاف الاولويات، روحيا عايزين واحد ابن ربنا، وبرضه روحيا عايز واحدة يتجوز واحدة بنت ربنا، والباقي يتظبط. لكن العكس ما يحصلش. لو رتبنا الاولويات غلط هنوصل للسوء. ايه اسباب تانية من دي؟ فين الرفاهية؟ يعني ايه الرفاهية؟ كسل معاك حد تاني غير حضرتك؟ حضرتك ازاي عارفة كل النقط؟ حد من هنا ليه؟ الانسان لما بيتحط في مشكلة بيفضل يسرق ربنا ويفضل يناديه على طول. دي نقطة ايه؟ في الرفاهية. الرفاهية؟ كل ما بيلاقي نفسه المستوى ارتاح بيريح. ايوه لكن ما اخشش في الزحمه زي داود. الكسل والرفاهيه داود النبي عمله في ايه؟
لما كان مزنوق في الحرب كان قريب لربنا وبيقول مدنيه. لما قالوا انه حتى كان في عز الحرب دخل في كسل في عز الحرب. صح بدليل ان في ناس في اوروبا عندهم مستوى الرفاهية عالي قوي ومستوى يعني عايز اقول الانتحار عالي قوي ومستوى الكآبة وفي نفس الوقت في منتهى الرفاهية يعني عايشين مستوى رفاهية عالي قوي ويبنوا حياتهم كلهم بالانتحار. طب ازاي؟ مفيش البعض عن ربنا يوصل كده. ايه تاني؟ خطية محبوب هو عدم جدية التوبة. يعني انا بتوب غلط ما عندي خطية ولا توبة مش نفسي يبقى دين عليا. هي خطية محبوبة يعني واحد بيحب حاجة ومش عايز يتنازل عنها هيفضل طول عمره يمارس عبادة شكلية. واحد كده فيه طبع او خطية مدكن عليها ومش عايز يسيبها ومتلذذ بيها من اي نوع ومش بيفرط فيها وفي الوقت نفسه مش عايز يكسبك. نصلي نصلي نحضر كنيسة نحضر كنيسة انما اللي انا فيه فيه ما فيش كاف صار او علاقة عاطفية من نوع غاطئ خطئ او حاجة او من اي نوع بس ما فيش تفريط في الموضوع. لكن نزود الصلاة نزود الصلاة نزود الكنيسة نزود الكنيسة فلسون النتيجة ايه في الاخر تنفص قربة مقطوعة. اول علاج للموضوع ده انك انت تبصر هذا الخطأ وتتوب عنه تطرده بره تلاقي بعد كده حياتك الروحية ماشية بسلاسة زي اللي كانت العربية اللي بتحاول تمشي والفرامل كلها متداس عليها فبتدوس بنزين بس الفرامل اللي كلبشة فالعربية مجدش ماشي لكن تنطلق كأنك يعني تكتيفة تفكت. ايه اسباب تاني شكلها؟ ايه دي الزاد يعني؟ زي البر الزيت يعطل الايام الصغرى يعني ايش؟ كبرت في دماغه انه بقى يسوي حاجه بيقول لك انا بصلي كتير واصوم كتير ده انا قربت خلاص كتير يقول له انت قربت تطلع ايوه. واللي غلط الناس التانيين كلهم كل الناس دي مش بتصلي صح كل الناس دي مش بتعرف ربنا صح واحنا اللي اصولنا صح واننا بتيجي يعني التعامدات بتاعه المدارس الروحيه الخاطئه احنا بس اللي صح والناس كلها تانية غلط لازم تمشي على طريقتنا.